بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وتم المرسلين. نبارك للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأيضا إلى الشعب السعودي الكريم. هذا هو يوم الوطن، نحتفل ولله الحمد بهذا اليوم التاريخي، يوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. اليوم ولله الحمد المملكة العربية السعودية تحتفل من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها في يوم الوطن. نسأل الله العلي القدير أن يمن علينا بالأمن والاستقرار، وأيضا نرحب بكل من شرفنا في هذه الليلة في ليلة الوطن، ونحن نحتفل نرحب بكل من شرفنا من أهالي المتسابقين، وأيضا نرحب بالمتسابقين النجوم اللي ولله الحمد خلال أيام بسيطة كان حضورهم موفق جدا، والجميع يتحدث عن هذه النسخة بأنها نسخة موفقة بإذن الله. نحن اليوم في يوم الوطن والجميع مبسوط وسعيد، ونسأل الله العلي القدير أن يديم أفراحنا. فاسمحوا لي في هذه المناسبة أن نقدم هدية بسيطة للمتسابقين، وهو إجازة لمدة 24 ساعة، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. شكرا أبو سلطان، شكرا الشيخ إبراهيم. الآن كلمة عن يقدمها الأستاذ تركي محمد عن زملاء أهل المقدمين. تفضل أستاذ تركي. والله خبر جميل يا أبو سلطان، ونشكر عليه أبو صالح على الخبر، لكن ضيق صدور بعض. شكرا أستاذ علي. نقول من سنين على دربنا مستمرين، بالخير والعطاء والتقدم مواصلين، حتى صرنا 92 أبشرك باقين بفضل الله، باقين والحمد لله مدنا بالدين وأرض الحرمين.